يعني كل مين فيكم بيدور على الهوية، وإذا ما أنتوا عارفين إيش هي الهوية بيدور عليها، هتعرف كيف إذا أنت لقيتها، إذا ما أنت عارف إيش هي. فأنا زيكم ببحث عنها وأتمنى عمري ما ألاقيها، لأن أنا يعني enjoying في البحث عنها. بعد اكتشاف النفط في المملكة، بدأت مدنها الرئيسية بالتمدد خارج أسوارها القديمة، معلنة عن بداية النهضة الاقتصادية التي غيرت من شكل العمارة المحلية بسرعة غير معهودة على مر السنوات القليلة. فنمو السكان وتزايد الانتقال إلى المدن الرئيسية خلق قاعدة اقتصادية محلية كان لها الدور الأساسي في دخول الآلة في عملية البناء، وأدى هذا إلى ظهور أنماط معمارية حديثة داخل المملكة بمواد وطرق بناء غير معهودة سابقاً. فكان الأسمنت والخرسانة وطرق البناء الحديثة أمراً مستجداً على البنائين المحليين الذين توارثوا مهنة البناء بالمواد التقليدية لقرون عديدة، وكان لذلك الأثر الكبير على خروج مدن المملكة من طرازها المعماري التقليدي. ساعد هذا التطور على ظهور أنواع جديدة من المباني والمرافق ذات الاستخدامات المحدودة التي لم تكن معروفة من قبل، كالمحلات التجارية المطلة على الشوارع بواجهاتها الزجاجية، كما حصل في شارع الملك خالد في الخبر الذي يسمى شانزليزيه السعودية. بينما كانت الناس تذهب للكتاتيب والمساجد للتعليم، أصبح هناك مدارس وأبنية تعليمية متخصصة كالمدارس التي أنشأتها أرامكو في عدد من مدن المنطقة الشرقية وحائل وعرعر. كذلك بدأت مباني المستشفيات بالظهور كمستشفى الملك سعود بالرياض والدمام. الدخول السريع للمباني الحديثة طرح سؤالاً مهماً عن مصدر ومعنى العمارة الحديثة في المملكة. تذكر حرب 73؟ The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. وارتفع أسعار البترول نتيجة للشح كميات المتواجدة في السوق. وبعد ما انتهت الحرب ظلت الأسعار مرتفعة وزاد الدخل القومي. شايف هذه الطفرة في البناء والحاجة إلى استيعاب الزيادة السكانية أدى إلى عشوائية في الطراز المعماري، وربما اعتبرها البعض بداية لنهاية الطراز المحلي. التقدم التقني والحاجة إلى مباني سريعة وقليلة التكاليف أدت إلى ظهور العمارة الحديثة، وكان في زي ما قلت لك أيضا ردة فعل على كثرة الزخارف اللي موجودة في العمارة اللي من قبل. قبل ما كده تعرفوا مصدر العمارة الحديثة، لازم تعرفوا تاريخ ممارسة العمارة في المملكة العربية السعودية. الناس ما عندهم تقييم لعمل المعماري. أنا كان عندي مكتب معماري، يجيني واحد يبغى أعمل له أصمم له مبنى سكن، أقول والله المبنى هذا يكلفك 25,000. 25,000 ترف أكثر أوديه إلى واحد هنا ب5,000 ريال. أصحاب مكاتب معمارية هندسية صاحبها صيدلي، وصاحبة الثاني دكتورة أسنان، وكمان الثالث ما نعرف إيه، وكان كمان مسموح لغير السعودي يفتح مكتب. الشروط اللي كانت موجودة في ذاك الوقت سنة 75 ميلادي إنه يكون في المكتب عنده مهندس معماري ومهندس بصرف النظر إيش هي خبراته، وهذا كان الشرط الوحيد الموجود. فكان في تقليد أعمى بعدم وجود معرفة كيف وصل، إيش تاريخ العمارة الحديثة في العالم. إحنا ما عندنا عمارة قديمة، عندنا عمارة حديثة، بدأنا
بالتقليد بيسيكلي، يعني هذا اللي ساير. هذا التقليد أو الاستنساخ للتجارب المعمارية في ذلك الوقت طرح سؤالاً مهماً، ما هي الهوية المعمارية المحلية؟ جوابي لهم إيش هي الهوية السعودية؟ إحنا بنبحث عنها، أنا ببحث عنها، أنا كلنا نبحث عنها، وهي في البحث عن الهوية هذه بتطلعنا أمثلة جميلة من العمارة. ربما من أهم الأمثلة المعمارية الحديثة التي تعكس التطور والتقدم هو برج التلفزيون في منطقة مباني وزارة الإعلام في العاصمة الرياض، الذي أمر بإنشائه الملك فيصل بعد مشاهدته لبرج التلفزيون في إحدى زياراته لمدينة نيويورك. هذا البرج ظل مرتبطاً لفترة طويلة في أذهان الكثير من السعوديين بالهوية الحديثة للدولة. أيضاً استاد الملك فهد الدولي الذي كان من تصميم مكتب إيان فريجر، جون روبرتس وشركائه، الذي استوحي سقفه من بيت الشعر التقليدي بطاقة استيعابية ل60,000 متفرج على مساحة إجمالية بلغت 500,000 متر مربع وبتكلفة قرابة 450 مليون دولار. اختلفت ترجمة الهوية الحديثة للعمارة في المملكة باختلاف المباني والمعماريين المصممين لها، كما حدث في منطقة قصر الحكم ومبنى وزارة الخارجية في الرياض، وفي جدة كان مقر البنك الأهلي التجاري خير مثال على هذه الترجمة. وفي المنطقة الشرقية كان مطار الظهران نقطة البداية للعمارة الحديثة. الساعة 10:45 حسب التوقيت العربي، شرف صاحب الجلالة الملك المفدى أرض المطار. في أوائل الخمسينات أمر الملك سعود ببناء أول مطار دولي في المملكة بمدينة الظهران، وهو من تصميم المعماري الأمريكي مينوري ياماساكي المعروف بتصميمه لبرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك. هذا المطار يعتبر من التجارب المبكرة للعمارة الحديثة المرتبطة بالثقافة المحلية، فقد وظفت تقنيات البناء الحديثة آنذاك للتعبير عن مفردات محلية وإسلامية، مثل الأقواس المتكررة والأسقف الإنشائية المتفرعة التي تشبه أغصان النخل. أظهرت هذه الأفكار التصميمية قيمة جمالية مستسقاة من المحيط وأكثر تناغماً معه، وأصبح بعدها مطار الظهران أيقونة معمارية في ذلك الوقت. أصبحت المملكة مساحة إبداعية لكثير من المعماريين المحليين والعالميين لصناعة شكل ومعالم الهوية المعمارية المستقبلية للمملكة. فقد مرت المملكة في تغيرات كثيرة عبر الزمن أثرت في صناعة الهوية المعمارية، وما تشهده العمارة المحلية في وقتنا الحالي من مشاريع عملاقة ما هو إلا انعكاس لهذا التغيير الذي نمر فيه.